بتعرفي البحر، بحب كتير البحر. ايام حلوه كنا نلعب الموز والليمون بالسهل، كان عندنا محل على الخط العام، يعني عرفتي كيف؟ كانت ايام تاخد طعم حلو كتير، والدمور كانت نهضيع الحلو يعني. وبعدها ما كانت الحرب اللبنانية مأساة وطن بس، إنما مأساة أفراد أيضا. كيف بلشت؟ كيف انتهت؟ كيف غيرت أقدار ومصائر؟ وكيف خربطت خطط وأحلام وعناوين؟ مين بيعرف؟ كيف؟ وليش؟ ومن شان شو؟ أسئلة بقيت بلا أجوبة واضحة. العام 1976 ما كان تاريخ عادي بحياة ابن بلدة الدمور، هو اللي كان البحر الواسع امتداد لأحلامه الصغيرة، وكل المرج الأخضر وبستين الموز والليمون كانوا هن البداية والنهاية. هنيك كانت تبلش وتخلص الدنيا، وهنيك رسم شيطان الحرب قدر جديد يتعمد بالنار والبرود. ومن هنيك ورغم رحلة العذاب صار العالم بلا حدود، وصارت الأحلام أكبر من البرود. من بيروت لكندا قصة يمكن بتشبه ألاف قصص اللبنانيين ومآسيهم، ولكن بالإصرار، بالأمل، بالشجاعة وبالابتكار ما بتشبه إلا حالة وإلا صناعة. وإلي شعيب أحد صناعة. الحرب يلي ما حدا يعرف ليش كيف بلشت وليش كيف انتهيت وليش كيف عم ترجع تبرم، ما حدا بيعرف. عرفت كيف؟ كل واحد بيتأسف انه يا عمي ليش صار فينا هيك. والدهر قلب بسرعة بشكل انه يعني صفينا تنهار، لقينا حالنا تركنا بيوتنا وقاعدين على البحر حتى تيجي باخرة تشيلنا من مطرح لمطرح. فينا نستعيد اللحظة اللي تركت فيها لبنان؟ انه دايما بتيجي على بالي بس اتذكر لبنان، انه قصة تهجير من الدمور وكيف تهجرنا وكيف تعذبنا وكيف خلال 24 ساعة كان عنا بيت ورزق وعم نشتغل وعايشين ومبسوطين وعم نروح على المدارس كل يوم، وبعد 24 ساعة بطل فينا ناكل. انه هيدي كانت فترة كتير 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 صعبة لأهلي ولألنا، لأنه أنا اضطريت أسبح على الباخرة. مثلا إخواتي الصغار مثلا راحوا بشختورة صغيرة، يعني ضيعت أهلي نهارين. لأهلي كانت كتير قاسية، يعني انه مثلا عائلة كبيرة نحن، انه الوالد اشتغل كل حياته حتى يقدر يأمن لنا مستقبل، عرفت كيف؟ وبعدين تاني نهار ما يقدر يدعمي ولاده مثلا. هيدي انه ما فيك تنسيها، يعني ما فيك تنسيها. رحنا على منطقة جوني، كل واحد يعني الوالد واثنين ثلاثة من اخواتي راحوا، وانا رحت بباخرة تاني. وبعدين رجعنا تلاقينا يعني بمنطقة جوني، وقعدنا بهالديورة اللي وجه لهم الخير الرهبان، يعني عرفت كيف؟ والرهبات اهتموا فينا، بقينا لحتى كنا وقفنا على اجرينا، وبعدين بلشنا نشتغل، بعدين قررنا نسافر. واللي بيزعل اكثر انه ما حدا بيعرف ليه، عرفت كيف؟ مثل كانه بعد جمعة تهجرنا ولا كأنه صار شيء، يعني خسرنا كل شيء والعالم، يعني رجعت خسرنا بلدنا وبالأحرى ضيعتنا وفتحت هالطرقات والعالم عالي عالي، بس ديجا خسرنا كل شيء، الناس وحرب ومستقبل غامض وفي تعاسة وفي ألم وفي جوع حتى، عرفتي كيف؟ بقى بعدك شاب، بعدنا يعني شباب وكذا، يعني فكرة السفر ما كانت ويري أبدا، ما كنا بالدمور، نحن كنا عايشين مبسوطين، يعني كتير مبسوطين. خ...
خي جميل سافر بعد تقريبا شي كم شهر اول واحد، وبعدين انا لحقته بعد شي سنتين، بعدين شي كم سنه صرنا نجيب العائله كلها. اللحظه اللي لحظه السفر، لحظه الانسلاخ عن المجتمع، كانت سهله على شاب عمر ال 15 يترك كل شيء وراه ويجي على كندا؟ اكيد فتره ضياع، ما بتعرفي وين رايحه، بس مثل ما بقول بتترك الايام. يعني اكيد كل يوم كنا نسمع اخبار لبنان، يعني عرفتي كيف؟ كنا نزعل كثير انه الحرب بعدها ماشي ونحن مثلا هون عم نشتغل ليل نهار حتى نعيش ونجرب نعمل مستقبل لنا. بس انه بتعرفي وقت الواحد بيكون عنده ايمان كبير بصير في عنده شجاعه، من الشجاعه بتيجي الامل، عرفتي كيف؟ بصفي ما كثير بقى بيسال، يعني بيتكل على رب وبيمشي. ليش كندا؟ بالصدفة، لأنه يمكن كانت أسهل من غيرها حتى تقدم الإميغراسيون للمهاجرين، يعني مش لأنه مثلا كان عندنا شواء. كندا كانت مسهلة الهجرة وجينا على كندا. يعني بس وصلت على كندا لفت لي نظري أكتر شيء، بس لقيت الدنيا مضوية، الكهرباء، انه عرفت كيف؟ طرقات ومطار مشعشع كله هيك وهدويه وبالليل ووصلت بالليل وكل هيك الدنيا مضويه شوي وطرقات منظمه هيك رواق، انه ما حدا في رواق، عرفت كيف؟ ما بتسمعي، انه بتحسي حالك انه غير طبيعه الكهرباء، انه مضويه كل الدنيا، بتحسي حالك انه شوي وصلتي بالطريقه المحترمه اللي استقبلتني فيها، عرفتي كيف؟ من وقتها حسيت بشعور انه مش قليل، يعني انه كيف يعني قديش بتأثر وقت اللي بتحترم الناس وبتقدر الناس، عرفتي كيف؟ انه كيف بتغيرهم عقلهم وتفكيرهم، وهيدي من الاشياء يلي موجودة كثير هون بكندا، انه ان شاء الله بتكون صار لك 40 سنة بالبلد بس تكون جاي من اخر الدنيا، من حيالله بلد بالعالم، توصل شخص محترم، عرفتي كيف؟ انه في قيمه للانسان اكثر بكثير من لبنان، حتى ولو ما كنت تابع مع الاسف لشي زعيم او شي شخص سي مهم او مرموق بلبنان، يعني انه مثلك مثل كل الناس. بلشنا بمحل صغير، محل سمان صغير، لأنه هيدي شغلتنا من لبنان على شارع اسمه فيون، كانت تقريبا شي 100 متر يمكن اشترينا من ناس قبلنا، كان هو ديبانور لبناني، محل صغير لبناني، سو قررنا انه نشتريه، وكنا نحن ثلاث أشخاص، ثلاث شركة، أنا وجميل وشريكي جورج، عرفتي كيف؟ وبلشنا هونيك ثلاث شباب، يعني كنا بنفس العمر وقاعدين نفس البيت، عرفتي كيف؟ ومن هونيك بلشنا يعني ونشتغل، وما تسألي قديش ساعات وايام، يعني سبعة ايام او بكره عشيه، كان همنا الوحيد انه نعيش مرتاحين بكرامتنا ونعمل مستقبل لنا. يعني بقينا بهالفتره بشي سبع سنين تقريبا، ثمان سنين بهذا المحل الصغير، بعدين قررنا ننتقل لمطرح ثاني، لان شفنا انه اللبنانيين عم بيتركزوا بمنطقه ثانيه اسمها فيل سان لوران، سو قررنا نقول لا فيل سان لوران، عرفتي كيف؟ مطرح ما في كثير لبنانيين، قلنا وبالوقت ذاته قلنا بنكبر المحل، وسعنا. وبعدين اخواتي كمان فاتوا على الشغل معنا، حتى اولاد عمي فاتوا على الشغل معنا وصاروا يساعدونا، يعني عرفتي كيف؟ وصارت يعني شركه، يعني صرنا هلا فوق الألف، يعني اخر فتره بلشنا نحن ثلاث اشخاص او اربع اشخاص، يعني صرنا فوق الألفين موظف بالاخر. يعني ووقتها بلشت الهجره بكثره سنه 79 على كندا، بقى ما كنا نحس كثير انه عايشين بكندا، وخاصة انه شغلتنا كانت مع اللبنانية، انه كل يوم مثلا زبيننا مثلا لبنانية، يعني عرفتي كيف؟ كان أول مطرح يوصل لبناني إذا كان بده ياكل أو بده يشتغل
على أدونيس. بعدها وبعدها بقى كنا نحس حالنا إنه مثل بقولوا هاللبناني المهاجر دوسع على البلد، مثل إذا بدك السفارة تبعه كانت هي أدونيس. دائما للنجاح في وصفة، في سر اللي هو سر النجاح. بالنسبة لك شو هو سر النجاح؟ بعتقد انه لازم يكون واحد عنده الشجاعة، الأمل، عنده شيء كمان الانوفاسيون، يعني يجرب يطلع افكار جديدة. انا بقول كثير بتساعد على النجاح، ابتكار ابتكار. اذا نجحتي بشغلك وما نجحتي بتربية عائلتك معناتها انت فشل ذريع. انا بعتبره فشل ذريع. قد ما نجحتي بشغلك ما قدرتي عملتي عائلة، ما بعتقد انه في لهم لزوم هوليك كلهم. استاذ علي، يعني انتم عشتوا ببيئة حاضنة للأفكار ولل بيئة فيها قوانين، ببلد فيه قوانين بيحترم كرامة الإنسان، بيحترم حقه بالعيش، وبلدنا بعده على حطة الإيد يعني مثل ما بينقال. شو هي مش رح نقول نصيحة، التمني اللي انطلاقا من محبتك الكبيرة لبلدك اللي بتتمنيه لوطنك لبنان؟ يعني مع كل الفوضى تبعه أكيد بتمنى أنه بكرة توقف هالفوضى، يعني أنه يعني بس تطلع هالجبل وتقعدي، يعني عرفت كيف، وخاصة بهالجبال يعني عنده نكهة حلوة كتير. عش كل واحد أنه تاجر بهالعالم كان بالسياسي ولا بدينهم، يعني أنه يتركون العالم حالهم، يعني أنه هن قادرين يسقفوا حالهم، حيش يعملوا حالهم عم يدافعوا عنهم، عرفت كيف، إذا بدك، وبالآخر بيهجرون.